هاد الماء كتشربوه ياك؟ لا السمم انا. هو اللي كاين، هو اللي تشربو. كاين هذاك اللي يديروا الحليب. راه مازال ما متيقش واش تيشربوا من هذا الماء هذا، راه مازال ما متيقش. هو لا ما متيقش. لا والله. واش باغي كنشربو؟ لا حول ولا قوة. شؤون بخوش وفرحي. لا 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 لا. السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر اينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. كنت كنتفحص مواقع التواصل الاجتماعي ونلقى هذا الفيديو بالصدفة اللي كيبين على الواقع ديال المغرب الحقيقي. هذا الفيديو بحال هكا او لا صور او لا مشاهد بحال هكا ماشي شي حاجة غريبة علينا، وماشي شي حاجة اللي احنا اول مرة كنشوفوها في بلادنا، لان كاين دول اخرى حتى هي افقر منا ويعني هي اضعف منا وباقي الله عاوتاني عاد كتقلب للتنمية ديالها. ماشي هذا هو المشكل، احنا مولفين على هذه المسائل بحال هكا في الدواوير في القرى، ان التنمية مازال ما وصلتهمش، وان في 2022 باقي كنشوفوا مشاهد بحال هكا مع الاسف الشديد. هادشي هذا ماشي غريب، ماشي هذا هو السبب اللي خلاني نهضر على هذا الموضوع هذا. السبب اللي خلاني نهضر على هذا الموضوع هذا هو ان السي رئيس الحكومه قال لك انه بات بلا نعاس حيت المغرب منتخب خسر، ولكن واش غادي يبات بلا نعاس ملي شاف هادشي هذا؟ والسبب اخر الحقيقي اللي بغيت نهضر فيه هو ان هاد الناس هادو اللي شفتو معايا، هاد المغاربه هادو اللي باقي لحد الساعه كيشربوا الماء مسخ ديال البير، اللي الماء اصلا ما مطهرش، ممكن يتسبب لك اي مرض كتخيلو انت في الدماغ ديالك. يعني هاد الناس هادو اللي ما وصلتهمش التنميه لحد الساعه، هاد الناس هادو كلهم وصلتهم حقهم في الابره، كلهم وصلهم حقهم في الابره، وكلهم يعني غتلقاهم يعني واخدين الاباري ديالهم. يعني علاش خداو الاباري ديالهم؟ لان قالت لنا الدوله ديالنا والسلطات ديالنا قالوا بانهم كيخافوا على الصحه ديالنا، كيخافوا على الصحه ديال المواطنين، والسبب اللي خلاهم انهم يفرضوا علينا الابره خوف ديالهم على الصحه ديال المواطنين، هو اللي جعلهم انهم كيكزيجيو اننا خصنا نديروا الابره ضروري. ولكن خافتوا عليهم من اش؟ ماش خافتوا عليهم؟ اي مرض خافتوا عليهم؟ واحد المرض اللي ما كيقتلش؟ وما خافتوش عليهم هادشي هذا اللي واقع فيه دابا؟ كيشربوا الماء مسخ لحد الساعه في 2022، ما خافتوش على الصحه ديالهم؟ يعني كاين تناقضات كثيره عندنا في البلاد، وخاصه القرارات اللي كتخرجت بها الحكومه. الحكومه دابا كتقول لك حفاظا على الاجراءات الاحترازيه اللي دارت، والحفاظ على المكتسبات، وهذا ما عرفش شنو الكلام هذا. هادشي كامل حفاظا على صحه المواطن المغربي، لدرجه انهم ولاو كيفرضوا على المهاجر المغربي اللي كيبغي يدخل البلاد ديالو يجي لهم ثلاثه ديال الابرات، وفوق منها يدير حتى بي سي ار سلبي عادي يقدر يدخل البلاد. هادشي كامل احتياطا وخوفا وحفاظا على المكتسبات. يعني هادشي هذا كديروه ملي كيتعلق الامر بالابره. ولكن الناس ديالنا اللي كيحكمونا، واش هاد الناس هادو ما فكرتوش نفس التفكير فيهم؟ حفاظا على المكتسبات وعلى صحة المواطن، انكم توفروا لهم على الاقل الماء الصالح للشرب. والماء الصالح للشرب والضوء من حق اي مواطن مغربي بصفه عامه في المكان. وكما قلت انا هاد المشاهد بحال هكا ماشي اول مره كنشوفوها، وماشي اول مره كنسمعوها، وماشي غريبه علينا. واخا القيل والقال بزاف على ان تقدمنا وباننا غادي كنتقدموا، الحمد لله غادي مزيان بزاف شي ميادين، وغادي نمشيو مزيان ان شاء الله، وان شاء الله التنميه غتوصل لهاد الناس هادو. ولكن غير التناقض، علاش كاين التناقض؟ علاش كاين التناقض بين كتقول كتخاف على صحه المواطنين اللي كتفرض عليهم الابره والبي سي اي والزيار زعما ديال بصح، بحال زعما راه بصح كتخافوا على صحتنا، في نفس الوقت كتشوفوا مشاهد بحال هكا ديال المواطنين المغاربه وما كتقولوا لهم شي هدا حبس، راه هذا الشيء خطر عليكم، خطر على الناس الكبار وعلى الاطفال. كتعرفوا ان هذه المياه هذه اللي كتكون المياه ماشي جاريه ما كتجريش، واللي كتكون المياه راكده يعني طاحت ديال الشتاء وطلق معها الغيص والوسخ وبزاف ديال الامور، هاد المياه هذه كتسبب سرطانات بانواع عديده ومتعدده، لان هاد الماء هذا ما كيكون مطهرش، كيكون فيه شي ميكروبات اللي ما كتشافش بالعين. هذيك الميكروبات اللي كتدخل في جسم الانسان هي اللي كتسبب مجموعه كبيره ديال السرطانات حدت ولا حرج، وهذاك الشيء ما كيبانش في اللحظه، كيبان مع الوقت، مع المدعات الانسان كيبان فيه الاعراض وكيمرض وما كيقولش وما كيعرفش راسو بالضبط،
من منين جا هذاك المرض؟ من حسن الحظ ان هاد الناس ديال الباديه كيقدروا انهم كياكلوا ماكله طبيعيه وكياكلوا الزيت والبلديه والزيتون وداك الشيء كامل يعني طبيعي اللي كتعطيهم ان المناعه ديالهم تكون قويه شويه، اما هو هاد الشيء هذا خطير جدا على صحه المواطن المغربي جدا، ولكن لا تقوم الدنيا وتقعد باش يشوفوا الحال هاد الناس هادو، ولكن الدنيا تقوم وتقعد على الابره. دير الاولى دير الثانيه دير الثالثه جي بي سي اس سلبي الى غير ذلك. منعوا اسره مغربيه باش يدخلوا المغرب باش يدفنوا الاب ديالهم اللي مات في اوروبا، فقط انهم ما عندهمش الابره منعهم انهم يدخلوا، واخا جابوا البي سي ار سلبي ما خلوهمش يدخلوا، قال لك اسيدي حفاظا على المكتسبات. ان هذه الدرجه كلها كتخافوا على صحه المواطنين، ولكن شوف الواقع حاجه والاجراءات ديالكم حاجه اخرى. ما كت... الاجراءات لو كانت الاجراءات اللي كديروا فعلا خوفا على صحه المواطنين كتجلى في جميع الميادين وكنحسوا بها، يا ودي نقدروا نشاركوا معكم ونتفقوا معكم على كلمه واحده، ولكن كيبان التناقض في السيستم اللي خدامين به، سيستم متناقض. كنشوفوا المواطن المغربي كيتوفى نهار على نهار، المواطن الفقير المحقور ما كيوصلوش حقه في التنميه، وفي نفس الوقت كنشوفوا التناقض كيقول خوفا على صحه المواطنين المغاربه ودقدق ولا حيد. يعني الا ما دقدقتيش راك ما صالحش وما غتكونش معنا مزيان. اذا هنا شنو باش كتفسروا باش كتبغوا تقنعونا دابا؟ شنو كي غادي نقتنعوا دابا بالكلام ديالكم حنايا مثلا؟ كي غادي نقتنعوا بالكلام ديالكم؟ انتم هذه الابره اللي فارضينها علينا ما تيقينش فيها اصلا، اصلا ما تيقينش فيها، بلا كيجيب لكم جوج كتقولوا له لا، واخا هي الابره انتم اللي قلتوا راه مزيانه، وواحد الوقت كيقول لك غير الابره وحده مزيانه على صحه المواطنين، ولاتوا كتقولوا جوج مزيانين باش كتقوي المناعه، وداروا لنا جوج وبقيت كتقولوا لا ما صالحاش جوج ما دايره والو، جوج كتفوت ربع شهور ما بقاتش خدامه، خصك دير الثالثه، الثالثه هي اللي مزيانه كتقوي المناعه، راه ملي غدير الثالثه غادي يقول لك الرابعه، راه معروفه هذه، عاوتاني ربع شهور خصك دير الرابعه، من موراها ثلاث شهور خصك دير الخامسه، وباش تولي كل عام تولي على كل شهر ولا كل سميتو ما كاين غادكدك. يعني هنا كيبان التناقض السيد رئيس الحكومه والناس اللي مكلفين بالمسؤوليه ديال البلاد، لا في الهضره ديالهم لا في السيستم ديالهم اللي لا يتناسب مع الواقع المغربي اللي كيعيشو المواطن المغربي يوميا. واللي هذا الشيء اللي شفتوا معايا ولا هذا الفيديو اللي تقاسم معكم دابا واحد جزء صغير من المعاناه اللي كيعانيوها واحد عدد كبير ديال المغاربه اللي كيسكنوا في المناطق النائيه واللي لا تصلهم حقهم في التنميه، ولكن وصل حقهم في الابره، واللي ما دارهاش يعني ما كيقدرش انه يستفد من الخدمات الاداريه، وما يقدرش حتى البطاقه الوطنيه ما يقدرش يهزها الى ما اتفقش وانه ما دارش الابره، عاد انه كيولي مواطن مغربي، ماشي البطاقه اللي كتحكم عليه، الابره هي اللي كتحكم عليه بانه مواطن مغربي. سبحان مبدل الاحوال، وهذا الشيء اللي كيوقع ما نقدر نقول حتى شي حاجه الا لا حول ولا قوه الا بالله. اخوان الاخوات كل شيء شفتوا بعينيكم عبروا على الراي ديالكم في التعاليق، قولوا لي شنو كاين، خليوا الحكومه المغربيه يعني تفهم بان احنا ناس واعيين وفاهمين السيستم، خاصها تراجع في القرارات ديالها، وان القرارات اللي ماشي عليها راه ما خدامهش في صحه المواطن، وهذا الشيء هذا غادي يزيد من الطين بله، وغادي يقدر يسبب بزاف ديال الاشياء اللي هي سلبيه بالنسبه للبلاد. وانا غادي نتقاسم معكم الحوايج السلبيه اللي غادي البلاد تخسرها في المستقبل القريب، ماشي حتى البعيد، القريب غنتقاسم معكم بحكم التواصل ديالي مع الناس ديال اوروبا هنايا بصفه عامه، وغادي ندير فيديو ان شاء الله على هذا الموضوع ونتقاسم معكم كل شيء. تحياتي لكل محبي قناه كريم كسر اينما كنتم، كنشكركم على اللايك والمتابعه حتى الاخير، وكنرحب كما العاده بكل مشترك جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.